بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ربنا كما تحب وترضى، وصلاة وسلاما على من تحب وترضى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آل بيته الطاهرين والصحابة والتابعين، وارض اللهم عني معهم في الأجمعين. السلام عليكم أحبائي في الله. نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي: لابد أن تقرأ الدعاء بيقين وقلب خاشع ويقين بالإجابة. ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي، شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي، إني تركت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم. سخر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. ربي، بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك. اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك، أن ترزقني ما كان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، عاجلا وغير آجل. اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي، أسرني ولا تؤسر علي. ربي، انصرني ولا تنصر علي. اللهم ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وأمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون والبصر، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس وفي الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحبائي في الله، إذا أتممتم الفيديو للآخر أرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آل بيته الطاهرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب والفيسبوك، فالدل على الخير كفاعله، وبارك الله فيكم.